لما أنا بسمع أم كلثوم أقول الله أم كلثوم يعني بنت مصر، يعني مصر. وشيرين اليوم لما تسمع صوتها تسمع صوت مصر والمصريين. شيرين أبسط من ما يتخيلوا بكتير، دي نجمة مصر، مش حاجة اسمها كده. صوت المصري الـ يعني الحقيقي الـ يعني الغنى المصري هو شيرين. صحيح. وعلى فكرة هي محبوبة وما زالت محبوبة. فيكم تتخيلوا الفن بلا شيرين؟ لأنه الفن بحاجة لشيرين ولصوت شيرين ولإحساس شيرين ولهضامة شيرين. أنت تريد مارك، أنت فينومين لحالي، وتريد مارك صارت شيرين بكل هالمواصفات. شيرين ملكة الإحساس، كلها إحساس شيرين. بس شيرين أنا من الناس اللي بحبها لأنه صريحة، لأنه اللي بقلبها كمان على راس لسانها. أنا من معجبينك وأنا من عشاقك وأنا من متابعينك. يوصلني حسك بدرجة جدا كبيرة لدرجة أسبك كثير وانت تغنين، بس ما أقدر أمسك نفسي إني أنا ما أسبك، ما أقدر يعني. وايد أحبك وأتمنى إن شغل يجمع بيني وبينك. أنا كمان بقول لك حقيقة إنه شيرين من المطربات يلي بسيارتي بسمع دايما على يوتيوب، بينزل أغاني لشيرين يعني بحب أسمع لصوته. وقت اللي كانت ببعلبك سألوني انه ليش شيرين ببعلبك، انه قلت له لانه شيرين صوتها بيستحق ببعلبك، بالبقله وبتلبق. شيرين صوت ومطرب، صوتها مثل العسل، يعني صوتها في هيك انسيابيه قريب على قلبي، بتطعمي حكي قلبي. شيرين الله يخليك ويخليك سعيده بحياتك، اهم شيء صحتك تكون منيحه واولادك يكونوا منيح. شيرين يعني بحسها قريبة كتير. طبعا وجه لها تحية.